بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد جاية بعد انتصار كبير وعظيم ومهم لنادي القرن بطل إفريقيا حامل اللقب في الكونغو كينشاسا بعد الفوز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. انتصار أحدث ضجيجا كبيرا في القارة الإفريقية، لأن حامل اللقب أرسل إنذارا شديد اللهجة لكل الأندية الإفريقية التي كانت طامعة في هذا اللقب أن بطل إفريقيا ما زال هو المرشح الأول لدوري أبطال إفريقيا. حلقة فيها تفاصيل وكواليس وأخبار وعناوين مهمة جدا، تابعونا على مدار الحلقة. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، رأيكم في أداء لاعبي النادي الأهلي في مباراة فيتا كلوب بالأبس. تقدروا تشاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات على السؤال اللي طرحناه، رأيكم في أداء لاعب الأهلي في هذه المباراة أمام فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا. لكن حلقتنا فيها ثلاثة عناوين، نبدأ بعناوين حالة الترند. في ترند الأهلي، بعثة الأهلي تعود والمحترفين ينضمون لمنتخباتهم. وفي الترند المحلي، اتحاد الكرة، ضغط المباريات أفضل من إلغاء الدوري. وفي الترند العالمي، الليلة تكتمل فرق دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. هنستعرض مع حضراتكم طبعا أهم المباريات وجولة في العديد من المباريات اليوم. طبعا النهاردة في مباراتين في ختام مرحلة دور 16 لدوري أبطال أوروبا. الساعة 10 مساء مباراة بايرن ميونخ هيلعب مع لاتسيو الإيطالي. طبعا كان سبق لبايرن ميونخ النفاذ على لاتسيو في إيطاليا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وبالتالي فرص تأهل لدور الثمانية كبيرة بنسبة واضحة طبعا بالنسبة للجميع. تشيلسي هيلعب أيضا في نفس التوقيت الساعة 10 مساء مع أتلتيكو مدريد، المباراة في ملعب تشيلسي، وكان سبق لتشيلسي الفوز على أتلتيكو مدريد بهدف مقابل لا شيء، وأيضا فرصه في التأهل كبيرة جدا مع الست أندية اللي تأهلوا بشكل رسمي: ريال مدريد، بورتو، بروسيا دورتموند، مانشستر سيتي، ليفربول، باريس سان جيرمان. طيب مباريات اليوم في الدوري الأسباني الساعة 8 مباراة إشبيلية وليتشي، طبعا مباراة ضمن المباريات المؤجلة في الدوري الأسباني. ولكن في الدوري الإيطالي يمكن في هذه اللحظات على أعتاب بداية الشوط الثاني، لكن الشوط الأول انتهى بتقدم ساسولو على تورينو على ملعب تورينو بهدفين مقابل لا شيء. سهرة النهاردة فيها بالتأكيد مباراتين مهمتين، بايرن ميونخ وتشيلسي على أعتاب التأهل إلى مرحلة الدور ربع النهائي، ومباريات قوية جدا في تشامبيونز ليج الأوروبي دوري الأبطال. ونتمنى بالطبع كل التوفيق لمحمد صلاح نجم طبعا الكرة المصرية ونادي ليفربول عشان يعوضوا فكرة الغياب عن مباريات الدوري الإنجليزي في الفترة الأخيرة، ويكون عندهم طموح في مرحلة مباريات دوري أبطال أوروبا. قلنا طبعا الدوري الإيطالي تورينو وساسولو 2-0 لساسولو، وإشبيلية وليتشي هيكون النهاردة الساعة 8 مساء في ملعب إشبيلية. لكن طبعا كل الأنظار هتكون على مباريات دوري أبطال أوروبا. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل ترند الترند، وعندنا كلام مهم جدا وأخبار وكواليس في بعض التفاصيل مش هتسمعوها إلا في برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. ترند الترند هنتكلم على مباراة الفيتا كلوب الكونغولي مع النادي الأهلي، واللي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. الأهلي يرتفع في رصيد النقاط إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف سيمبا التنزانية، ولكن متبقي مباراتين إن شاء الله بإذن الله يكون حاصلة هذه المباراتين 6 نقاط عشان الصدارة مهمة جدا بالنسبة للأهلي بعد تأكد طبعا تأهل الوداد المغربي والترجي التونسي وسان داونز بطل جنوب إفريقيا في صدارة المجموعات الثلاث الأخرى لمرحلة الدور ربع النهائي. عايز أتكلم في هذه المباراة، مباراة فيتا والأهلي، في نقاط ليست نقاط فنية ولكن تفاصيل صغيرة مهم جدا أركز عليها، لأن التفاصيل الصغيرة دي بتبرز لنا تفاصيل مهمة جدا في المراحل القادمة. بيتسو موسيماني تحديدا المدير الفني لفريق النادي الأهلي كان بيتعرض لضغوط كثيرة جدا خلال الفترة الأخيرة من خلال تقييم بعض وسائل الإعلام، تقييم بعض الاستوديوهات التحليلية على أداء فريق النادي الأهلي، سواء في مباراة فيتا هنا في الجولة الثالثة في القاهرة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، أو مباراة الإسماعيلي، أو حتى مباريات سابقة. البعض طبعا لم يذهب إلى نتائج في آخر 3 شهور أو 4 شهور منذ أن تولى المسؤولية، وإن ما كانش فيه فترة إعداد بيشتغل عليها، ما كانش فيه تحضير لسكواد بيختاره بنفسه، جه في توقيت صعب وقدر في خلال هذه الفترة يكسب الوداد في المغرب، يكسب سناديب بطل النيجر في النيجر،
ويكسب فيتا كلاب في الكونغو. لأول مرة فريق مصري يفوز على فريق كونغولي في كينشاسا، ما حصلتش في تاريخ مباريات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية. وبالتالي الناس تناست هذه الأرقام وهذه النتائج وهذا المشروع الجيد جدا والابتكار في اختيار تجربة جديدة كمدرب إفريقي بيقود النادي الأهلي. وكان البعض سواء عن قصد أو بدون قصد بيحاول يصدر ضغوط إن بيتسو موسيماني مدرب ليس على مستوى طموح النادي الأهلي، لكن ما يهمني في هذا الأمر أن بيتسو موسيماني استطاع في ظل هذه الضغوط النفسية الكبيرة جدا وفي توقيت صعب وفي مباراة فاصلة في الكونغو أن ينجح في هذا الاختبار، اختبار الضغط النفسي وليس الاختبار الفني، لأن بيتسو موسيماني من المدربين المتميزين، يكاد يكون من أفضل مدربي قارة إفريقيا ومصنف من المدربين المحترفين، لأن كمان معاه رخصة البرو من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. في مدربين كثيرين على فكرة مش معاهم رخصة البرو من الاتحاد الإفريقي، وبالتالي نجح في هذا الامتحان وفي هذا الاختبار النفسي أن قاد الفريق في أداء فني وجاهزية بدنية للخروج ببر الأمان في هذه المباراة، بل كمان بأداء مقنع في شوطي المباراة، سواء في التشكيلة الأساسية، سواء في التغييرات، سواء في طريقة اللعب. مشروع مدرب بإذن الله إن شاء الله هيكون تجربة في فكرة أنه هيكون عندك مدرب ممكن يقود الفريق مش أقل من 4-5 سنوات، التعاقد لمدة 2 سنين. لكن لو منبص دلوقتي على أداء سان داونز بعد فترة من قيادة بيتسو موسيماني، نشوف سان داونز دلوقتي وصل لمرحلة من التطور الفني وبيلعب كورة أشبه بكرة أوروبا أو كرة البرازيل. وبالتالي أنت عندك مدرب لديه أفكار وطموحات بإذن الله هتكون على قدر وقيمة النادي الأهلي. فاز بالثلاثية، حقق نتائج خارج مصر لم تتحقق منذ فترة طويلة، ومن خلال أداء لاعبين لديهم إصرار على تقديم أفضل ما لديهم واكتساب شخصية الأهلي الإفريقية. ودي النقطة الثانية اللي عايز أتكلم عليها بعد ما اتكلمت على النقطة الأولانية اللي كانت متعلقة بالضغط النفسي اللي كان بيتعرض له الجهاز الفني وعلى رأسهم بيتسو موسيماني. النقطة الثانية هي فكرة أن لاعبي النادي الأهلي بعد ما فازوا بدوري أبطال إفريقيا بيفوزوا في مباريات خارج الأرض، وده هنا أنت بتكتسب شخصية الأهلي الإفريقية اللي كانت النقطة البارزة اللي بتميز لاعبين كثيرين في الفترة الزمنية ما بين 2005 لغاية 2014، 9 سنوات بتفوز ببطولة إفريقيا خارج الديار أكتر مباريات هنا في القاهرة. وبالتالي هؤلاء اللاعبين كانوا محتاجين لاكتساب شخصية الأهلي الإفريقية بهذا المكسب المعنوي في مباراة فيتا كلاب في كينشاسا رغم حضور عدد من الجماهير. وبالتالي نجح بيتسو في هذه المباراة. الأهلي حاليا ب7 نقاط، بإذن الله إن شاء الله بيقترب من التأهل بنسبة كبيرة، ولما لا بإذن الله الأهلي بالتأكيد سيسعى إلى الصدارة بشكل كبير جدا. الفرقة وصلت فجر اليوم، وخلال 5 أيام هيكون في راحة سلبية، ثم الاستعداد خلال توقف الدوري لمباراة المريخ السودان اللي هتتلعب أحد يومي 2 أو 3 إبريل في السودان. طيب عايز أتكلم على الفرق اللي ممكن تكون مرشحة للتأهل للدور الثمانية. في المجموعة الأولى سيمبا 10 نقاط، الأهلي 7 نقاط، فيتا كلاب 4 نقاط، المريخ السوداني نقطة واحدة. الأهلي إذا تعادل مع المريخ في السودان وفاز على سيمبا هيكون تأهل بنسبة 100%، لكن بالتأكيد الفريق هيسعى للصدارة، فبالتالي إن شاء الله هيكون فيه 6 نقاط في المباراتين القادمتين. سيمبا هيستضيف فيتا كلاب، هي الفرصة الأخيرة لفيتا كلاب أمام سيمبا، لأن فيتا بيسعى للفوز على سيمبا 2-0 ثم الفوز على المريخ السوداني في كينشاسا عشان يوصل ل10 نقاط ويكون متساوي مع سيمبا، لان طبعا الاهلي بنسبه كبيره ان شاء الله الاهلي هيلعب على الفوز على سيمبا، وبالتالي سيمبا هنا هيتساوى مع فيتا، لكن طبعا فيتا هيتفوق في المواجهات المباشره عشان لازم يفوز على سيمبا بهدفين مقابل لا شيء لانه خسر على ارضه 1-0. فدي فرص فيتا وفرص الاهلي في الصداره، لكن طبعا سيمبا على الاقل محتاج تعادل على ارضه مع فيتا الكونغولي عشان يضمن التأهل، ولما لا ممكن طبعا يكسب وينتظر الجولة الأخيرة عشان صدارة المجموعة مع النادي الأهلي. دي أبرز نتائج المجموعة الأولى. المجموعة الثانية سان داونز خلاص حسمها بنسبة 100%، 4 مباريات ب4 انتصارات، 12 نقطة فاز على مازيمبي ذهابا وإيابا في الجولة الثالثة والرابعة، ودي هزيمة لم تحدث مع مازيمبي على مدار آخر 33 سنة في المباريات الإفريقية. الهلال ب3 نقاط، شباب بوليسداد ب3 نقاط ايضا، مازيمبي بنقطتين. طبعا الهلال وبوليسداد ومازيمبي لسه عندهم فرص في التاهل، لكن طبعا فرص الهلال وبوليسداد اكتر، لكن طبعا الهلال عنده المباراه القادمه على ارضه مع سان داونز، هيبقى مباراه صعبه جدا على الهلال. اذا ما قدرش يفوز او يتعادل على اقصى تقدير هيكون فرص الهلال صعبه جدا في التاهل، وبوليسداد هيستضيف مازيمبي في الجزائر، واذا فاز بوليسداد هيكون نسبته في التاهل كبيره جدا
لانه في النهايه هتكون المباراه الاخيره ليه مع مامولدي سان داونز، لكن طبعا مامولدي سان داونز حجز مقعده كمركز اول. المجموعه الثالثه الوداد المغربي 10 نقاط، حوراكو ناكري 5 نقاط، كايزر تشيفز 5 نقاط، بترو اتلتيكو نقطه واحده. الوداد ضمن التاهل ب 10 نقاط، وده التاهل السادس على التوالي لمرحله الدور ربع النهائي لنادي الوداد المغربي. لسه في فرص ما بين نسبه لحوريه وكايزر تشيفز واتلتيكو بترو اتلتيكو الانجول، لكن طبعا فرص كايزر تشيفز وحوراكو ناكري اكتر، وده هيبان في الجوله الخامسه بنسبه كبيره جدا. الترجي التونسي حسم التاهل 10 نقاط في الصداره، مولوديه الجزائر 8 نقاط، الزمالك نقطتين، تونجيت السنغالي نقطه واحده. الترجي حسم الصداره وبنسبه كبيره خلاص موجود في دور الثمانيه، لكن فكره صداره المجموعه هتتحدد في مباراته القادمه مع او في مباراه الجوله الاخيره مع مولوديه الجزائر. الزمالك عنده فرصه ولكنها ضئيله جدا لا تتخطى ال 20%، لان يجب على الزمالك ان هو يفوز في المباراتين القادمتين بشرط ان المولوديه يخسر في تونس من الترجي. مش عارف يعني فرص صعبه جدا، لكن ده هنشوفه خلال الفتره اللي جايه. اخر حاجه عايز اختم بيها فقره ترند الترند، وده ردا على تساؤلات كثيره جدا من جماهير النادي الاهلي خلال ال 48 ساعه الماضيه بخصوص حضور الجماهير في المباريات الافريقيه. هشرح شويه كواليس وشويه تفاصيل في هذا الامر عشان الناس تعرف حقيقه الموضوع ده بالظبط وايه اللي تم خلال الفتره الاخيره. بعد مباراه سيمبا والاهلي كان هناك حالة قلق داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم بسبب حضور اعداد كبيرة جدا في المباريات الافريقية، واللجنة الطبية في الاتحاد الافريقي اصدرت توصية ان الفترة القادمة ما يجب ان يحضر هذا العدد الكم الهائل من الجماهير مخالفة للبروتوكول اللي تم نشره للاندية او توزيعه على الاندية في نوفمبر 2020 بخصوص حضور الجماهير في بسبب جائحة كورونا. كان في الاصل المباريات كلها بدون جمهور، ولكن كل دولة حسب ظروفها الصحية بتسمح بعدد من الجماهير. مباراة سيمبا والأهلي شهدت حضور أكثر من 30 ألف متفرج، وبالتالي هذه المباراة دقت ناقوس الخطر بالنسبة لمسؤولي الكاف. عقب اجتماع المكتب التنفيذي الأخير بعد الانتخابات في الاتحاد الإفريقي يوم 12 مارس الجمعة الماضي، خرج قرار فيما معناه أن الأندية اللي دخلت جمهور في الفترات السابقة يحظر عليها حضور جماهير. وبالتالي مباراة سيمبا الأخيرة مع المريخ السوداني بالأمس كانت لأول مرة في تنزانيا مباراة تقام بدون جمهور في ظل جائحة كورونا، ده ما حصلش على مدار سنة كاملة، وده بناء على توصية اللجنة الطبية والكاف اعتمدها والمباريات بدون جمهور، ولكن استثناء للأندية التي لم يعني يسمح لها من قبل بدخول جماهير، إذا طلبت من الاتحاد الإفريقي بدخول جماهير الكاف بيناقش الأمر وبيبحثه يا بالموافقة يا بالرفض. في الأصل العام مفيش حضور جماهيري، وأكبر دليل على كده ما حدث في مباراة الهلال وشباب بلوزداد بالأمس. نادي الهلال بعت مراسلة للاتحاد الإفريقي بتاريخ 10 مارس طلب حضور 5000 متفرج. ردت عليه إدارة المسابقات في الاتحاد الإفريقي وقالت البروتوكول المتعلق بتنظيم المباريات في ظل جائحة كورونا كل المباريات بدون جمهور، ولكن استثناء بعد موافقة السلطات الصحية في السودان سنسمح لكم بحضور 1000 فرد. ما قالتش 1000 مشجع، قالت 1000 فرد ب1000 دعوة لحضور هذه المباراة، وبشرط إذا تجاوز العدد عن 1000 مشجع هيكون في قرارات تأديبية على نادي الهلال في حالة زيادة العدد. وبالتالي هنا الاتحاد الإفريقي وضع إيده على فكرة دخول الجمهور بعد ما كان الأمر مسموح للسلطات الصحية. أنت بتطلب والكاف بيناقش يا آه يا لأ، ولو قال لك آه بيحدد لك عدد معين، وإذا تم تجاوز هذا العدد هنا بقى النادي اللي هيخطأ هيتحول للجنة انضباط. نادي الزمالك بالأمس كان أرسل طلب بحضور 1000 مشجع، تم الموافقة على 500 دعوة فقط. نادي فيتا كلوب كان أرسل وطلب عدد أكتر من 3000، لكن تم الموافقة على 3000 فقط بالنسبة لفيتا كلوب. حراك نكري كان طالب يحضر 3 أرباع الاستاد في مباراة الوداد، الكاف رفض. سيمبا طلب حضور 10000 متفرج، الكاف رفض. وبالتالي هنا أصبح الأمر متعلق بإدارة الاتحاد الإفريقي، هي اللي بتحدد العدد اللي هيخش، هل مقبول العدد ده ولا لا؟ ولكن إذا حدث تجاوز والعدد زاد هيتم حالة هذه المباراة وهذا الفريق إلى لجنة الانضباط لاتخاذ قرارات تأديبية. طب الأهلي كان أرسل طلب للاتحاد الإفريقي واحتجاج على حضور الجماهير. ميزة هذا الاحتجاج في إيه؟ اللي أنت هنا بتاخد موقف إيجابي في هذا الشأن، وفي نفس الوقت بتثبت موقف عشان المرحلة القادمة. لأن المرحلة القادمة النادي الأهلي لو حب يدخل جمهور هنا هيكون عندك ما يثبت أو ما يفيد إن أنت ليك الحق إنك تدخل،
بس هيكون الموائمة مع الكاف على العدد اللي ممكن يدخل خلال الفترة اللي جاية. فكان إثبات موقف في وقت رائع جدا، مع أن الاتحاد الإفريقي ابتدى يتخذ إجراءات تأديبية في حالة زيادة أعداد غير المسموح بيها، وأصبح الأعداد المسموح بيها لن تتعدى من 500 ألف إلى 3000 بأقصى تقدير، أي بمعنى أدق أقل من 10% اللي كان مسموح بيها أيام بروتوكول كورونا اللي تم إرساله الأندية في نوفمبر 2020. دي التفاصيل كلها ودي الكواليس المتعلقة بحضور الجمهور، وبالتالي كان مهم جدا أشرح لكم في ظل حالة اللبس اللي كانت موجودة خلال الساعات الأخيرة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا كلام مهم جدا على ترند الأهلي، وأيضا كمان أخبار متعلقة بالبعثة عقب العودة من كينشاسا. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب، عندي مجموعة من الأخبار عقب عودة البعثة من الكونغو بعد الفوز على فيتا كلاب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. بيتسو موسيماني والجهاز الجنوب إفريقي سافر إلى جنوب إفريقيا من الكونغو الديمقراطية مباشرة عشان يقضي أجازة الخمس أيام اللي جاية في بلده، بالتأكيد اختصارا للوقت بدل ما يرجع مع البعثة للقاهرة ومن القاهرة يسافر جنوب إفريقيا، وفي ظل جائحة كورونا بيكسب وقت وسافر على الكونغو الديمقراطية، مسافر من الكونغو إلى جنوب إفريقيا مباشرة، وهيعود بإذن الله قبل يوم 23 مارس عشان يقود التدريبات استعدادا لمباراة المريخ السوداني. الأهلي بيسمح لجونيور أجايب بالسفر إلى نيجيريا طبعا لقضاء الأجازة مع أسرته خلال هذه الفترة، على أن يعود في الموعد المتفق عليه عقب انتهاء الأجازة والاستعداد والتدريبات مع الفريق الفترة اللي جاية. جونيور أجايب من أبرز اللاعبين في الفترة الأخيرة اللي بيأدي مستوى عالي جدا، مباراة امبارح كان عامل مباراة ولا أروع فنيا وبدنيا بشكل رائع جدا، وكان ليه دور كبير جدا في أداء الفريق ونتيجة الشوط الأول أمام فيتا كلاب. كمان بدر بانون بينضم للمنتخب المغربي خلال الساعات القادمة، خبر أسعد على فكرة بالمناسبة كل وسائل الإعلام في المغرب، لأن بدر بانون كان دايما لما كان في نادي الرجاء المغربي بيلعب فيه المنتخب المحليين، لكن انت بتتكلم على مستوى المنتخب الأول في ظل وجود قائمة محترفين على أعلى مستوى، بيتم الاستعانة من المدرب البوسني وحيد خليلوفيتش مدرب أو مدير الفني للمنتخب المغربي عشان يكون موجود في المنتخب خلال الفترة اللي جاية. بكرة بالمناسبة الخميس هيكون في مؤتمر صحفي للمدير الفني للمنتخب المغربي عشان يعلن القائمة الرسمية للمنتخب خلال الفترة اللي جاية، والمغرب عنده مباراتين مع موريتانيا وبروندي في الجولة الخامسة والستة في مسابقة تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وآخر جولتين قبل انطلاق البطولة إن شاء الله في بداية العام القادم. أيضا كمان أليو ديانج بينضم لمنتخب مالي، طبعا طار إلى مالي خلال الساعات المقبلة للانتظام مع معسكر منتخب بلده، عنده مباراتين مع غينيا وتشاد في الأجندة الدولية والجولة الخامسة والستة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم. والتر بواليا كمان بيتخلف عن العودة للقاهرة بسبب منتخب الكونغو، وفضل موجود في الكونغو كينشاسا بالأمس مع ينضم لمنتخب بلده ولم يعود مع البعثة. الميزة اللي أنا بتكلم فيها وأنا بقول الأخبار دي كلها، تتكلم والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي بينضم للمنتخب، بدري بانون بينضم للمنتخب المغربي، بنتكلم كمان على أليو ديانج بينضم للمنتخب المالي، علي معلول للإصابة كمان كان ممكن يكون موجود مع المنتخب التونسي في التصفيات. فانت حتى كواليتي اللاعبين الاجانب اللي عندك في الفريق الاول كلهم لعيبه دوليه بيتم الاستعانه بهم في الاجنده الدوليه مع المنتخبات الافريقيه، ده بيعلي كمان القيمه التسويقيه لفريق النادي اللي عنده محترفين على المستوى موجودين في الاجنده الدوليه مع منتخبات بلادهم في التصفيات الافريقيه. وخلال الساعات اللي جايه هننتظر كمان اعلان القائمه الدوليه من الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا عشان نشوف مين هينضم من النادي الاهلي لقائمه المنتخب الوطني اللي بتستعد لمباراتي كينيا وجزر القمر في ختام التصفيات الافريقيه. وكل التوفيق يا رب للاهلي ولمنتخبنا الوطني خلال الفتره اللي جايه، واجازه سعيده للجهاز الفني الجنوب افريقي، يمكن بعد فتره طويله جدا يقدر ياخد اجازه 5-6 أيام في جنوب افريقيا ثم يعود لاستئناف التدريبات مع فريق النادي الاهلي. طيب، زي ما انتم شايفين طبعا كواليس عوده الفريق، وزميلنا العزيز كريم احمد كان عمل لقاءات مميزه جدا مع اللاعبين. كريم من الناس بصراحه اللي يعني وشه حلو على الفرقه دايما لما بيكون معاهم في السفريات الافريقيه منذ سنوات، يعني طبعا انتصار مهم جدا بالامس، وكان الحمد لله في حاله سعاده من كل البعثه الاعلاميه او حتى الفريق الاول والجهاز، وبرئاسه البعثه لمعالي الوزير الاستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، وبالتاكيد الكل كان بيشتغل بشكل قوي جدا في هذه المباراه عشان الاهلي يعود بالثلاث نقاط. كريم عمل لقاءات مع كابتن ياسر ابراهيم حسب تصويت الجمهور هو افضل لاعب في مباراة الأمس، وعمل لقاء أيضا مع محمد الشناوي حارس مرمى فريق النادي الأهلي. نخرج نشوف أهم تصريحات ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي مع زميلنا العزيز كريم أحمد، ثم نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نواصل مع حضراتكم طبعا باقي فقرات برنامج الترند، ونتكلم بقى عن اجتماع اتحاد الكورة وأخبار ترند الأهلي في الفترة اللي جاية.
ببارك للرجاله والجهاز الفني والاداري والطبي ومجلس الاداره كلهم طبعا الف مبروك الفوز النهارده. بس دي خطوه من الخطوات الجايه، دي كانت خطوه مهمه وصعبه. الحمد لله يا دي رجاله النادي الاهلي ودي اللعيبه كلها بتتحط في مواقف كتير صعبه زي دي، الحمد لله بنركز كلنا مع بعض وبيبقى كلنا مع بعض ايد واحده بنقدر نتخطى المواقف الصعبه دي، ودي مش اول مره تحصل معانا. فالحمد لله طبعا ببارك لهم، ان شاء الله ديت ما تكونش نهايه الرحله باذن الله، وعندنا لسه كتير ان شاء الله جاي. سلبيات بتحصل لازم نعالجها في التمرين، نحسن الايجابيات بتاعتنا. الحمد لله طبعا اللعيبه كلها بنتكلم مع بعض في الماتشات اللي زي دي، رجاله ماتش صعب بيبقى كل واحد عارف اهميه الماتش عامله ازاي، وفعلا كانت اهميه الماتش صعبه، بس الحمد لله كلنا بنقعد مع بعض وبنتكلم كلعيبه او جهاز فني، طبعا بنطبق اللي مستر بيتش بيقول لنا عليه كله، بنشوف هنهاجم الفرقه ازاي، بنذاكرهم كويس سواء هجوم او الدفاع، فكل ده طبعا الحاجات دي بتفرق معانا التفاصيل الصغيره دي. فالحمد لله طبعا ده توفيق من عند ربنا، وباذن الله مزيد من اللي جاي ان شاء الله. الملاعب الترتان دي معروفه، احنا جينا كذا مره هنا لعبنا فريق الكونغو او مازيمبي، فمعروفين من الملاعب بتاعتهم ترتان، الكوره بتبقى معروفه بتنزل التوب بتاعها، في حاجات كده تفاصيل صغيره احنا بنبقى حافظينها في التمرين كمان بنشتغل عليها. فلا التحضير للماتش كان من بدري، وطبعا ده توفيق وكرم من عند ربنا ان الجو النهارده كان كويس، فده ده دي حاجه الحمد لله توفيق من عند ربنا جالنا كده. حتى لو الجو كان وحش احنا جايين وعارفين ان الجو هنا عامل ازاي، اتمرنا اول يوم هنا في الجو كان صعب، فده توفيق من عند ربنا طبعا، بنحمد ربنا وبنشكره طبعا اللي هو وفقنا النهارده والجو كان كويس معانا وساعدنا طبعا، دي حاجه من الحاجات اللي حصلت كويسه. فلا الحمد لله بشكر الرجاله بتاعتنا كلهم، ان شاء الله ما تكونش دي نهايه المطاف ان شاء الله. طبعا بيحط عليا مسؤوليه كبيره ان انا طبعا ما اقلش عن كده، ولا ده انا اشتغل تاني واطور من نفسي اكتر واكتر عشان ما انزلش من نظر حد لا. وبعدين النهارده انا بشكر زمايلي كلهم اللي هم كانوا كلهم معايا وكلهم رجاله والله العظيم، مش انا بس النهارده كلهم رجاله وكلهم كان قلبهم على قلب الراجل واحد وعلى قلب الفرقه. فالحمد لله طبعا بشكر الرجال، بشكر الجمهور طبعا، وببارك لهم بقول لهم الف مبروك، وان شاء الله نوعدكم بالعشره ان شاء الله. ابارك للنادي طبعا واللعيبه، كان النهارده الرجاله كان على قد المسؤوليه، مش احنا كنا محضرين للماتش ده من قبل ماتش الاسماعيلي، من بعد الماتش بتاع فيتا كلاب اللي في مصر، اللعيبه كلها حست احنا عملنا اللي علينا في الماتش الاولاني، ما كانش معانا توفيق، كلنا قعدنا وكلمنا مع بعض اللي احنا لازم نعمل حاجه في ماتش فيتا كلوب، بس احنا فكرنا الاول في ماتش الاسماعيلي، ماتش الاسماعيلي هو اللي جبنا ماتش فيتا كلوب، عشان كده ركزنا في ماتش الاسماعيلي والحمد لله رجعنا بنتيجه كويسه في ماتش الاسماعيلي، وبعد كده ركزنا في ماتش فيتا كلوب. اللعيبه كلها كانوا مركزين وعارفين الماتش صعب والاجواء كانت صعبه، الملعب ودرجه الحراره، بس الحمد لله الامور كانت كويسه في موضوع الجو، عشان كده حسينا ان الامور هتبقى كويسه، واللعيبه كانت كلها مركزه وكانوا موعدين نفسهم ان احنا نطلع بنتيجه كويسه اللي احنا حاطينها نفسنا، بس ما كانش معانا توفيق، بس الحمد لله طلعنا. هم ظهروا بشخصيه النادي الاهلي وهم عارفين يعني قيمه النادي الاهلي، اللعيبه دول رجاله بقول لهم الف مبروك، وان شاء الله الفتره الجايه عندنا نخلص طبعا الفتره الجايه، عندنا طبعا منتخب، بعد المنتخب عندنا ماتش المريخ نفكر فيه دلوقتي، هم ياخدوا اجازه ويستمتعوا بالاجازه بتاعتهم، بعد كده نرجع ان شاء الله نركز في الفتره اللي جايه. وبشكرهم كل واحد، اللعيبه كلها حتى اللي بره اللي كانوا بره السكور واللي كانوا قاعدين احتياطي كلهم كانوا واقفين ورا يعني زي ما بيقولوا مثلا على قلب راجل واحد، وبشكرهم بقول لهم انتوا لعيبه رجاله، وبارك للجمهور طبعا اللي احنا طبعا بنفرحه، وبارك للاداره وبارك اللعيبه طبعا والجهاز الفني يعني وليد سليمان وعلي معلول الكابتن وليد وعلي معلول، طبعا من الناس اللي اضافه لينا قويه جدا وليد وعلي، طبعا يرجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله، وليد هيرجع لنا ان شاء الله بالسلامه على طول اول ما يرجعوا من الاجازه يكون موجود، وعلي ان شاء الله الوقت بيتاهل ويرجع ان شاء الله يا رب يكون معانا في ماتش المريخ. ان احنا بالظبط 26 ولا 27 لعيب كلنا زي بعض، بس طبعا دول لعيبه كبار، ووليد تاريخ في النادي، علي معانا بقاله 5 سنين بطولات وبيبقى فارق معانا في الملعب، بس طبعا اللعيبه اللي موجوده دول كلهم رجاله، طبعا احنا مفتقدينهم، بس ان شاء الله يرجعوا لنا ويرجعوا مع المجموعه اللي موجوده، واحنا كلنا زي بعض وكلنا اخوات في الاول وفي الاخر، وكل اي حد يكون موجود 11 لعيب في الملعب بيأدي اللي عليه زي ما انت شايف بالظبط، بيأدي اللي عليهم ان شاء الله يرجعوا لنا بالسلامه. واحنا طبعا يعني لعيبه كبار بالنسبه لنا زي وليد سليمان طبعا ده حاجه كبيره بالنسبه لنا، وتاريخ اللعيبه كلها اللي هنا الصغيرين بيتعلموا منه وبيتعلموا من اللعيبه الكبار الموجودين، احنا بنديهم خبراتنا اللي احنا شفناها، بنقول لهم احنا في الماتشات اللي زي دي بنعمل ايه، الكلام ده كله على نفس النظام برضه، مفتاح لعب لينا بيتكلم برضه من اللعيبه الكبار، بيتكلم مع اللعيبه وبيكون موجود معانا، وعلى طول على طول هم قلبهم معانا، على طول بيبعتوا لنا على الجروب بتاعتنا بعد الماتش وقبل الماتش، دي حاجه كويسه جدا من اللعيبه، وبقول لهم ان شاء الله ترجعوا لنا بالسلامه يعني.
اهلا بحضراتكم من جديد. طيب النهارده كان في اجتماع مهم جدا في اتحاد كره القدم المصري عشان امر متعلق بمسابقه الدوري خلال الفتره اللي جايه. يمكن اتحاد الكره اعلن في بيان رسمي عقب نهايه الاجتماع، قال في حضور كل الانديه عدا الزمالك استمرار الدوري المضغوط افضل الحلول وتحمل الانديه تكلفه المساحات قانونيه. احمد مجاهد رئيس اللجنه المعينه او رئيس الاتحاد المصري لكره القدم خلال اجتماعه اليوم مع مندوبي الانديه القسم الممتاز طرح رؤيه الاتحاد في تخفيف ضغط المباريات على الانديه تفاديا لامتداد الموسم الحالي الى ما بعد شهر سبتمبر المقبل، وحدد ذلك بموافقه الانديه على ان تلعب مباريات الدوري كل 72 ساعه او الموافقه على ادائها بدون لاعبي المنتخب الاولمبي خلال فترتي اعداده ومشاركته في الدوره الاولمبيه في طوكيو القادمه، بالاضافه الى لعب الدورين دور ال 16 ودور الثمانيه لكاس مصر بدون اللاعبين الدوليين. احمد مجاهد اضاف ان الخروج عن هذه الحلول يهدد بامتداد الموسم الى شهر نوفمبر المقبل للعام الثاني على التوالي نتيجه استئناف الدوري في موعد غير طبيعي، وبالتالي ده هيعمل مشكله في المسابقه المحليه للموسم الثالث على التوالي، بينما توزعت اراء الانديه ما بين امتداد الموسم لشهر نوفمبر او الغاء الموسم. في تفاصيل في هذا الموضوع وفي كواليس متعلقه بهذا الاجتماع طبعا زميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي كان حاضر هذا الاجتماع وتابع كل تفاصيله، وبالتالي في هذه اللحظات بذهب مباشره الى الزميل العزيز شريف شعبان عشان اعرف منه كل الكواليس اللي تمت في هذا الاجتماع. مساء الخير يا شريف. مساء الخير زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طيب انا قريت البيان او النتائج اللي خرجت من هذا الاجتماع واتقال ان امتداد الموسم لشهر نوفمبر ممكن يهدد الموسم بشكل كبير، وفي انديه طرحت الغاء الموسم. ابرز ما تم مناقشته في هذا الاجتماع او التصريحات اللي انت طب بالتاكيد استطعت ان انت تحصل عليها من مندوبي الانديه او من خلال اللجنه الثلاثيه اللي بتدير اتحاد الكره وكواليس هذا الاجتماع اللي ما تمش اعلانها حتى بشكل رسمي حتى هذه اللحظه؟ يمكن حضر معظم الأندية باستثناء طبعا نادي الزمالك، حضر عن النادي الأهلي الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. الاجتماع بدأ في 1:00 ظهرا، يمكن اتكلموا على 3 سيناريوهات. السيناريو الأولاني أن الدوري يخلص 30/9، دوري مضغوط كل 72 ساعة. السيناريو الثاني الدوري يخلص 30/11. السيناريو الثالث الغاء الدوري. طبعا الغاء الدوري عشان نقفل القصه من الاول قبل برفض شديد من معظم او يمكن اغلبيه الانديه اللي كانت موجوده في هذا الاجتماع، فبالتالي ما فيش كلمه الغاء خالص موجوده او هتتناقش الفتره المقبله. بقينا في احتمالين، الاحتمال الاول اخر شهر نوفمبر واخر شهر 9 او سبتمبر، يمكن معظم الانديه قررت او استقرت على اخر شهر 9 او هو بالتحديد 30/9 يكون الدوري او يكون الموسم انتهى في 30/9، ولكن هيقابلنا مشكله هي ضغط المباريات، هي كل 72 ساعه هتكون مباراه. طب الانديه المشاركه في البطوله الافريقيه مثل الاهلي والزمالك وبيراميدز هيكون موقفهم ايه؟ اتحاد الكره تعهد ان هيدي فتره كافيه لهذه الفرق طبعا يلعبوا مباراتهم اذا كان في القاهره او اذا كان خارج القاهره، والسفر وما ادراك ما سفر في افريقيا وصعوبه الطيران وحاجات كتيره جدا بتقابل الفرق المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه، ولكن اتحاد الكره تعهد بحل هذه المشكله. الاقرب الى الان هو انتهاء الدوري 30/9، ولكن ده معظم الانديه اللي قالت عليه. موضوع 30/11 هيلاقي صعوبه كبيره جدا من معظم الانديه، وكل رفض قاطع ان الدوري يقعد لحد شهر 11. طيب بنتكلم في اللعيبه الدوليين، المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، رفض قاطع من الانديه استكمال كاس مصر او بطوله الدوري اللعب من غير اللعيبه الدوليين اذا كان في المنتخب الاولمبي او المنتخب الاول. فبالتالي قرر اتحاد الكره او هيطلع بعد كده قرارات رسمي ان اي تجمع للمنتخبات اذا كان الاول او الاولمبي طبعا هيتم ايقاف بطوله الدوري. 72 ساعه هي كارثه بكل ما تحمله كلمه من معاني، ولكن احنا في موسم استثنائي ما قدمناش غير 72 ساعه في الفتره المقبله عشان نضغط الدوري ونلعب البطوله الجديده باذن الله في شهر 10 باذن الله. كلها توصيات النهارده اتكلموا فيها معظم الرؤساء الانديه اللي كانوا موجودين النهارده في الاجتماع واتناقشوا فيها مع اتحاد الكره المصري او اللجنه الثلاثيه اللي بتدير اللجنه او بتدير الرياضه في مصر. موضوع المساحات اتكلموا فيه ايضا، اتحاد الكره اقر
بنذكر ان اللائحه اللي ذهبت الى الانديه كان موجود فيها طبعا البي سي ار على حساب الانديه، وبالفعل الانديه اقرت هذا واعترفت بهذا، ولكن الفتره المقبله هيكون الرابيد تيست هو الحل الاقرب لكل الانديه حرصا طبعا على النفقات الماليه. دي كل الكواليس اللي كانت موجوده النهارده في اتحاد الكره المصري. طيب عندي سؤالين والاجابه باختصار عشان وقتنا للاسف بيجري بسرعه. اول جزئيه متعلقه، محدش تطرق لموضوع القوائم الافريقيه وقائمه الموسم الجديد، ولو الدوري خلص 30/9 هيكون في مشكله في مساله القيد الافريقي والمحلي خلال الفتره الجايه، لان الموسم الافريقي الحالي هيخلص 17/7، الموسم الافريقي الجديد هيبدا اول سبتمبر، فهتبقى فيها ازمه في مساله القيد. الجزئيه الثانيه، هل هيتم تعديل في مباريات اللي تم اعلان موعدها الفتره الجايه، ولا المواعيد اللي تم اعلانها هتكون هي مواعيد الفتره الجايه مفيش اي تغيير فيها؟ موضوع القوائم، وليد العطار طبعا او الكابتن وليد العطار المدير التنفيذي طبعا ومن اشطر من تولوا مدير شؤون اللاعبين في اتحاد الكره المصري تعهد بحل هذه المشكله. مشكله المواعيد المباريات الشهر القادم ما فيش فيها تغيير، لان خلاص لو بصيت على جدول مباريات النادي الاهلي هتلاقي كل 3 4 ايام مباراه، فبالتالي ما حدش هينفع يلعب في مواعيد مباريات الشهر القادم. ممكن بقى من شهر 5 يبدا التعديل في باقي مواعيد بطوله الدوري الممتاز وكاس مصر. تمام، زميلي العزيز شريف شعبان بشكرك طبعا على كل هذه الإيضاحات وكل هذه المعلومات من اجتماع اتحاد الكرة اللي متعلق بمسابقة الدوري، وضعها وظروفها ونهايتها امتى، واعتقد لسه في تفاصيل ولسه في اجتماعات هتتم الفترة الجاية، لان الامر ده في تفاصيل لسه ما تمش التطرق اليها. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا جديد بالتاكيد في ترند الاهلي والحديث عن المحتوى اللي موجود في السوشيال ميديا. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي والمحتوى اللي موجود من خلال السوشيال ميديا. نبدا مع بعض من الحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر. طبعا صباح الانتصار، فريقنا يحقق اول فوز في تاريخ الفرق المصريه على الاراضي الكونغوليه، اول فوز بثلاثيه خارج ملعبنا في مرحله المجموعات بدوري ابطال افريقيا منذ نسخه 2001، الفوز الاول لفريقنا خارج ملعبه في مرحله المجموعات منذ الفوز على الترجي في نسخه 2018، طبعا كان هدف وليد ازارو، وأرقام قياسية اتحققت بالنسبة للأهلي خلال الفترة الأخيرة. طيب المشاركات، طبعا كنا طرحنا في بداية الحلقة رأيكم في أداء لاعبي النادي الأهلي أمام فيتا كلاب الكونغولي، في عدد من الآراء والمشاركات. محمود إبراهيم بيقول أداء كان ممتاز جدا ولعيبة كانت رجالة. محمود فتح بيقول أداء أبطال وأفريقيا للكبار بإذن الله. باسم الشهدي بيقول حاجة محترمة وطليق بالأهلي، وبعدين من غير الاهلي يفرحنا، العشرة يا اهلي باذن الله. احمد طارق، اداء رجولي، ما كانش فيه استهتار ولا استهزاء بفيتا كلاب، علشان كده ربنا كرمنا وكسبنا. الف مليون مبروك بالتاكيد الانتصار، الثلاث نقاط بدايه جيده في مرحله دور المجموعات وهي انطلاقه نحو اللقب العاشر، لكن لسه المشوار طويل ولسه ما حققناش اي حاجه، وباذن الله مباراه المريخ وسيمبا تكون هي الفرصه للصداره قبل التاهل لمرحله الدور ربع النهائي. بشكر حضراتكم بالتأكيد في ختام الحلقة على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.